إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في تتمة درس فرنسا قوة فلاحية وصناعية كبرى في الاتحاد الأوروبي. أشرنا في الدرس السابق إلى مظاهر قوة الفلاحة الفرنسية. في هذه الحصة سنحاول أن نسلط الضوء عن أهم العوامل المفسرة لقوة القطاع الفلاحي الفرنسي. إذا لنبدأ أولا بالعامل أو العوامل الطبيعية. من خلال ملاحظتنا لهذه الوثيقة نلاحظ بأن هناك تنوع كبير على مستوى المناخ، إذا حيث نجد أن هناك سيادة المناخ المحيطي الذي يوجد في الغرب، هذا المناخ الذي يتميز بحرارة معتدلة وأمطار دائمة. في الجنوب أيضا نلاحظ وجود مناخ متوسطي على اعتبار أن هذه المناطق تطل على البحر الأبيض المتوسط. أيضا هناك هيمنة المناخ القاري على مجمل المجال الجغرافي الفرنسي. مناخ القاري بطبيعة الحال يتميز بتساقطات كبيرة طيلة السنة، وهناك أيضا المناخ الجبلي الذي يوجد في المرتفعات الجبلية كجبال الألب إلى غير ذلك. إذا هذا التنوع في المناخ يؤدي إلى تنوع في الإنتاج الفلاحي، ويؤدي أيضا إلى وجود شبكة مائية مهمة. طبيعة الحال شبكة مائية مهمة تتمثل في أنهار الرون والكارون. إذا هذا من جهة، هناك تنوع كبير على مستوى المناخ. أيضا دائما على مستوى العوامل الطبيعية نلاحظ من خلال هذه الخارطة بأن هناك غلبة الطابع السهلي على التضاريس الفرنسية. إذا هناك شساعة السهول، حيث نجد أن هناك طبيعة الحال سهل الشمال الألزاس واللورين. إذا تركيز الفلاحة في المناطق السهلية أو في الحوض الباريزي يمكن تفسيره بوجود هذه المناطق السهلية، وأيضا بوجود شبكة مائية كثيفة أشرنا إليها أنهار الرون والكارون إلى غير ذلك. أيضا هناك بطبيعة الحال المناطق الجبلية وهي لا تشغل إلا حيز يعني ضيق جدا في المجال الفرنسي، وتنتشر بالخصوص في المناطق الشرقية. ومن أهم الجبال، إذا هناك بطبيعة الحال جبال الألب التي يتجاوز ارتفاعها 4102 متر، أيضا الجبل الأبيض الذي يتجاوز ارتفاعه 4809. بطبيعة الحال هذه الجبال قلنا أنها لا تشغل إلا حيزا ضيقا في المجال الجغرافي الفرنسي، تنتشر بالخصوص في المناطق الشرقية وأيضا في المناطق الجنوبية بشكل خاص. إذا هذه هي أهم العامل الطبيعي إذا يفسر لنا قوة الفلاحة الفرنسية. ننتقل الآن إلى العوامل البشرية. طبيعة الحال لها دور كبير في قوة وتطور الفلاحة الفرنسية. إذا لاحظ معي عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة هذا الجدول، ماذا نستنتج؟ إذا نلاحظ بأن سكان فرنسا يتطورون بشكل سريع، حيث أن عدد سكان فرنسا في 1985 لم يكن يتعدى 56 مليون نسمة، وفي 2006 وصل إلى 63 مليون نسمة. إذا هناك طبيعة الحال سوق استهلاكية ضخمة جدا. كثافة أو ارتفاع عدد سكان فرنسا يؤدي إلى وجود طبيعة الحال رواج كبير للمنتوجات الفلاحية والصناعية إلى غير ذلك. إذا العوامل البشرية تتمثل أساسا في وجود هذا العامل البشري. ايضا هناك التوافد المهاجرين لا سيما من مثلا شمال افريقيا او المغرب الكبير، حيث يشكلون 34% من المغرب الكبير. ايضا المهاجرون الوافدين من اوروبا الشرقيه. طبعا الحال الفلاحه الفرنسيه تستفيد من اليد العامله الاجنبيه على اعتبار انها يد عامله رخيصه وغير مكلفه الى مكلفه. هذا من بين العوامل المؤثره لقوه الفلاحه الفرنسيه. ننتقل الان عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذه الى العوامل التنظيمية. من خلال ملاحظتنا لهذه الصورة الوثيقة الأولى نلاحظ بأن الفلاحة الفرنسية تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي. طبيعة الحال الدولة تخصص يعني ميزانية كبيرة جدا أو الإنفاق على البحث العلمي فهو مرتفع جدا بفرنسا بالمقارنة مع البلدان الأخرى. إذا هنا الفلاحة تستفيد من البحث العلمي الذي يوفر إمكانيات كبيرة للبحث عن يعني للرفع من المردوديات الإنتاج والبحث عن إذا المنتجات الجيدة إلى غير ذلك. أيضا من خلال الصورة نلاحظ بأن الفلاحة الفرنسية تستفيد من عامل رئيسي أيضا وهو عامل المكننة، حيث تعتمد بشكل كبير على مكننة من خلال استعمال يعني آخر التقنيات الحديثة من الجرارات وأيضا يعني آليات السقي إلى غير ذلك المتطورة. هذه بطبيعة الحال إمكانيات تساهم في الرفع من المردودية وفي الرفع من إنتاجيات الفلاحة الفرنسية. أيضا من خلال الوثيقة الثالثة اللي هي عبارة عن نص
لقد اعتمدت سياسة فرنسا الفلاحية على عمليات التركيز. طبعا الحالي لدينا عمليات التركيز من خلال ارتباط مثلا الفلاحة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، أيضا التركيز يعني شساعة سيطرة الشركات إلى غير ذلك على القطاع الفلاحي واحتكاره لها، وطبعا الحال يؤدي إلى ارتفاع مضريات الإنتاج ومكننات المستغلات الفلاحية. إذا قلنا بأن هناك عامل المكننة، حيث أن متوسط مساحة الاستغلاليات الزراعية هو 69.5 هكتار، إذا هناك هنا نلاحظ شساعة إذا الاستغلاليات الزراعية، وطبعا الحال هذا يلعب دور مهم في ارتفاع المردودية وإنتاج الفلاحة الفرنسية. لكل استغلالية ومتوسط مكنناتها هو 3.4 جرة لكل استغلالية. إذا هنا نستنتج من خلال هذا النص بأن هناك شساعة استغلاليات فلاحية، هناك عمليات التركيز كبيرة جدا، وأيضا اعتماد المكننة. بناء على هذه الوثائق لنعمل على تركيب تعلمات بطبيعة الحال اعتمادا على الدعامات التي أشرنا إليها سابقا. إذا قلنا بأن العوامل التي ساعدت على قوة الفلاحة الفرنسية، هناك عوامل طبيعية وتتمثل أساسا في ملائمة الظروف الطبيعية من خلال تنوع المناخ، إذا لاحظ أن هناك تنوع كبير في المناخ، غلبة السهول على التضاريس الفرنسية، وتوفر شبكة مائية مهمة. إذا هذا بالنسبة للعامل الطبيعي. العوامل البشرية قلنا توفر فرنسا على سوق استهلاكية واسعة 63 مليون نسمة، أيضا وجود الفئات الشابة التي تمثل 54% من مجموع المجتمع الفرنسي، وبطبيعة الحال الفئة الشابة ارتباط أو الدينامية الاقتصادية فهي تعتمد بشكل كبير على الفئات الشابة. أيضا الاستفادة من العاملة الأجنبية 34% من بلدان المغرب العربي، قلنا بأن هذه العاملة هي عاملة رخيصة ويتم استغلالها بشكل كبير، خاصة يعني في بعض الدول الأوروبية أنه يتم استغلال هذه العاملة القادمة من المغرب أو بلدان العالم الإسلامي عموما وأوروبا الشرقية بشكل كبير. ثم هناك العوامل التنظيمية المتمثلة في تدخل الدولة لتطوير القطاع الفلاحي من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات كاستصلاح الأراضي الزراعية وتجفيف المستنقعات، تأطير الفلاحين ومساعدتهم على إنشاء تعاونيات فلاحية، وأيضا ارتباط الفلاحة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بمعنى ارتباط الفلاحة بالصناعة وباقي أو دخول الفلاحة إلى البورصة إلى غير ذلك. أيضا استفادة الفلاحة من دعم الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأوروبية أو السياسة الفلاحية الأوروبية المشتركة. إذا هذه عزيزتي التلميذ عزيزتي التلميذة أهم العوامل المسؤولة عن قوة الفلاحة الفرنسية. نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على هذه العوامل. للمزيد من الدروس والتمارين وتصحيح الامتحانات الوطنية والجهوية يرجى زيارة منتديات فورباك التعليمية على الرابط التالي www.forbak.net. شكرا لحسن انتباهكم ونعدكم بإنجاز العديد من الدروس المقبلة.